الكعك الفلاحي او كعك الساور بالطحين الاسمر وبزيت الزيتون، مين قال اني انا بعمله بس بالعيد؟ انا بعمله كل السنه وخصوصا مع موسم زيت الزيتون، ريحته بالبيت بتجنن. اول اشي رح اخذ 7 اكواب من الطحين الاسمر من ساسي ورح اضيف عليهم 2 كوب من الطحين الابيض وهبسهم ب3 اكواب من زيت الزيتون، ولازم تبسوهم كتير منيح لحتى يتشرب الطحين عندي زيت الزيتون. بعد هيك بضيف 2 كوب من السكر، 5 معالق كبيره من السمسم المحمص، 5 معالق كبيره من حبه البركه، ومعلقه كبيرة من الشومر المطحون، اليانسون المطحون، ودقة الكعك، ومعلقة صغيرة من المحلب. باخذ 3 اكواب من الحليب الدافي مع معلقة كبيرة من الخميرة وبعجنها للعجينة كتير منيح لتشوف طلعوا ما فيها تشققات نهائيا. بعدين بتركها تخمر لمدة ساعة. هلا بدي احضر العجوة. عندي 2 كيلو من التمر، شايفينه هذا التمر بحبه لانه اشقر من جبران، بحط عليه معلقة كبيرة من الهيل، معلقة كبيرة من القرفة، رشة من جوز الطيب، وبعجنهم ب4 معالق كبيرة من الزبدة. شوفوا لي هالطريقة السحرية اللي بحبها لحتى اشكلهم كتير بسهولة. بفرد كل العجينة، بعدين باخذ شوي من التمر، وبعدين بقطعهم بالسكينة حسب الحجم اللي بدي اياه وبكورهم. شوفوا ما احلى العجينة، اهم اشي فيش فيها تشققات. على الفرن على حرارة 200 لحتى ياخذوا لون بجنن من تحت، بعدين بحمرهم من فوق. بيجننوا طرايا وبشهوا، بقلبوا كل ريحة البيت اللي بتصير بتجنن.